فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وصفت سيارتي لشخص بكل ما يمكن إذا وصفت سيارتي لشخص بكل ما يمكن وصفه وتم الاتفاق على السعر وعلى التسليم وهو لم يرها، هل يجوز ذلك البيع؟ لا، تبيع عليه سيارة بمواصفات، إن أصلحت له ذي تجيب له الثاني وهكذا بالمواصفات. أما سيارة معينة وهو لم يرها فلا يجوز بيعها عليه لأنها مجهولة. نعم.